وللمزيد وللتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية. بداية دكتور، يعني ما هو موقف الجبهة مما يحصل الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أولا طبعا نحن نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة وهذه الجريمة النقراء التي حدثت على حدودنا الشرقية. نستنكر هذه الاعتداءات التي تكررت كثيرا بفضل نظام مبارك، ونقول أن شعب مصر والدماء المصرية ليست رخيصة، وكذلك كل الدماء العربية التي تراق يوميا على أرض فلسطين وغيرها. نحن أمس الجريمة التي حدثت على حدودنا، ونقول أن المجلس العسكري وحكومة شرف اليوم على المحك لإثبات موقف مصري جديد يثبت لنا بالفعل ويثبت للعالم أننا اليوم أمام حكومة جديدة وأمام أوضاع جديدة، لكي لا يشعر الشعب المصري أنه ما زال قبل 25 يناير الذي تنتهك فيه كرامة المواطن المصري والذي يقتل فيه المواطن المصري أو تراق فيه دماؤه الذاتية دون أي تدخل أو أي اعتبار. فنحن نطالب المجلس العسكري اليوم بأن يثبت وجوده ويثبت أنه قادر على القيام بما هو مطلوب منه. من هو المطلوب إذن القيام به؟ أنت تقول بأنه يجب أن يقوم يعني بما يجب عليه القيام به، ماذا برأيك يجب عليه القيام به؟ أولا هناك مطالب عاجلة ومطالب أخرى تحتمل التأجيل. المطالب العاجلة الآن هو طرد سفير الكيان الصهيوني وتنكيس الأعلام اليهودية العنصرية المتطرفة، تنكيس هذه الأعلام من سماء القاهرة، تنكيس العلم الصهيوني وإغلاق هذه السفارة سفارة العدو وطرد هذا السفير الصهيوني. لكن دكتور، يعني هناك من يقول بأن خطوة كهذه في هذا التوقيت ربما لن تكون في صالح مصر دوليا، ما هو رأيك؟ والله يعني إذا كان برضو في صالح مصر دوليا إن احنا يقتل أبنائنا كل يوم، يقتل ضباطنا البراسل على الحدود هناك، فسنعنا بها من خطوة. إن احنا إذا كانت هذه الخطوة ليست من مصلحتنا دوليا، فليس من مصلحتنا محليا ولا دوليا أن يقتل أبنائنا وضباطنا وجنودنا، لأن دي كرامة الدولة وسيادتها. فنحن نطالب بطرد السفير وتنكيس العلم الصهيوني وسحب سفيرنا من تل أبيب، ده على الأقل أقل شيء. وثانيا إغلاق الأراضي المصرية أمام سياح العدو الصهيوني اللي بيدخلوا بمنطقة الهوية إلى سيناء. وإن أعتبر إن ده مخالفة لبنود الاتفاقية اللي بيننا وبينهم، فأظن إن قتل جنودنا وضباطنا هي مخالفة أعظم وأشد دوليا ومحليا من إغلاق الحدود أمام هؤلاء. طيب ماذا لديكم الآن يعني لتفعلوه على الأرض بالإضافة إلى هذه التظاهرات وهذه الوقفة الاحتجاجية التي تتم الآن؟ ما الذي تنوون القيام به؟ هل هناك يعني فكرة للقيام باعتصام مفتوح مثلا؟ يعني فكرة الاعتصامات في هذه الفترة حتى من تاريخ مصر، احنا برضو لما نكون بنطالب بمصلحة بلدنا وكرامة بلدنا فمش هنعمل حاجة ضد بلدنا في نفس الوقت عشان ما نبقاش متناقضين. فكرة الاعتصام الآن أو تعطيل مصالح الناس في شهر رمضان المبارك أو في ظروف حساسة لا تمر بها مصر غير مصلحة، ولكن التظاهرات والاحتجاجات ستستمر حتى نحصل على حقنا ونثبت كرامتنا. احنا كجبهة سلفية عملنا مظاهرات يوم الثلاثاء اللي فات نطالب بإلغاء الوثيقة المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الحاكمة للدستور، لكن اليوم نتناسخ خلافاتنا ونضع أيدينا في يد بقية القوى الوطنية من أجل كرامة بلدنا ومصلحة بلدنا. احنا النهاردة عملنا وقفات احتجاجية في عدد من الأماكن بعد صلاة التراويح، وكان في قوى إسلامية أخرى وفي كثير شباب. لكن دكتور، يعني انتم الان في الجبهه الا ترون بان يعني مصر الان تمر بعده يعني ازمات داخليه وتحتاج الى وقوف الشعب المصري يعني صفا واحدا لتجاوز هذه المشاكل والازمات الداخليه اولا، ثم مواجهه ما يعني ياتي من الخارج؟ نعم، يشوف يعني نحن العدوان الخارجي بيوحدنا، العدوان اللي بيقع علينا الان اظن انه وحد كل القوى الوطنيه والاسلاميه والإسرائيلية وغيرها. الليلة كثير من القوى نزلت عن السفارة الإسرائيلية، حاضرين شباب الجبهة السلفية وهم هناك الآن أمام السفارة منذ الصباح. هذه الاعتداءات الخارجية، مصر قادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية، فلنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض وهذا ما نؤكد عليه. أما التحديات الخارجية فلا يمكن تركها أو تأجيلها بدعوى أننا نعمل على حل مشاكلنا الداخلية.
نعم دكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، كنت معنا عبر الهاتف، وينضم إلينا أيضا، شكرا جزيلا لك، وينضم إلينا محمد إبراهيم وهو أحد شباب حركة السادس من أبريل. وأسألك محمد أيضا، يعني ما هو موقفكم مما حدث في سيناء من قتل للجنود المصريين، و يعني ما يدور الآن من يعني وقفة احتجاجية ومطالبات بطرد السفير، ما هو موقفكم في الحركة؟ السلام عليكم. هو احنا اعلنا مبدئيا ان احنا فعلا مشتركين في الوقفة الاحتجاجية وفي الاعتصام. احنا بنطالب ان السفير يمشي من مصر عبال ما يبقى في تحقيق رسمي وفي الحادث ويبقى في تعويض لأهالي الشهداء والمصابين. محتاجين تعديل في اتفاقية كامب ديفيد اللي بيها ناس من القوات المسلحة تواجدها في سيناء والحفاظ على حدودنا والحفاظ على أمن سيناء. محتاجين إن يبقى في اعتذار رسمي، ده يبقى قبل كل حاجة من دولة إسرائيل. نيامة عملت كده وما شفناش منها حتى ولا اعتذار. الكلام ده حتى لو حصل قبل الثورة، احنا مش ما ينفعش نسمح بيه بعد الثورة. بس أنا بحب أكد إن احنا مستنيين موقف واضح من القوات المسلحة، وإحنا هندعم القوات المسلحة ونقف وراها، بل بالعكس ممكن نبقى دروحها البشرية. هل تتوقعون محمد هل تتوقعون موقفا معينا من القوات من المجلس العسكري مثلا والحكومة يعني بخلاف هذا الموقف ربما ستواصلون هذه التظاهرات؟ إحنا محتاجين أول حاجة إن إحنا نشوف وضوح للرؤية من جهة القوات المسلحة. محتاجين توضيح أكتر لملابسات الحادث من ناحيتها، لأن إحنا القوات حفظ السلام تقريرها نفسه بيقول ان تبادل اطلاق النار حدث على الاراضي المصريه وبين قوات اسرائيليه وقوات مصريه. فاحنا محتاجين توضيح رؤيه كامل من القوات المسلحه ومن المجلس الاعلى العسكري، مش محتاجين ان احنا بيان معين او حاجه تقول هم هيعملوا ايه. احنا محتاجين الاول يوضحوا لنا الرؤيه بالظبط كامله، وبعد كده احنا هندعم القوات المسلحه والمجلس الاعلى في اي قرار وهنبقى وراه. واحنا دلوقتي ما ينفعش نفكر في اي خلافات او في اي حاجه سياسيه داخليا محمد، احنا لما نبقى مأمنين موقفنا على حدودنا وعارفين احنا واقفين على ارض صلبه قد ايه. كيف تقومون يعني بايصال هذه الطلبات او المطالب الى القياده الى المجلس العسكري الان؟ يعني هل لديكم طريقه معينه، قناه مفتوحه مع المجلس العسكري لايصال مطالبكم بشكل رسمي وبشكل واضح يدعم موقفكم ويوفق ما تطلبونه، ام ان الامر لا يعدو مشاركات مثلا في وسائل الاعلام ورفع شعارات في اوساط المتجمهرين؟ لا والله دلوقتي احنا متاكدين تماما المجلس الاعلى للقوات المسلحه اكيد بيرى بعين يعني ثاقبه كل الحركات السياسيه وبياناتها وعنده كل المعلومات بتروح له. واحنا اصدرنا بيان فعلا فيه المطالب اللي انا قلتها، وده اكيد ما مطروح يعني ده اكيد مطروح امام المجلس الاعلى العسكري. احنا طبعا يعني في ظل هذه الظروف احنا في يعني كلنا موجودين ومتواجدين في اي طلب يطلبه المجلس الاعلى العسكري او في اي مشاورات. كيف تنسقون؟ احنا مستعدين ليه. نعم، كيف تنسقون انتم وباقي القوى السياسيه يعني بداية يعني بدأت هذه التظاهرات أمام مبنى السفارة بالأمس وتستمر اليوم وربما ستستمر إلى عدة أيام لاحقة، هل هناك من تنسيق بينكم وبين القوى السياسية المختلفة يعني لتنظيم يعني هذه الاحتجاجات ورفع المطالب بشكل منسق ومنظم تماما كما كان يدور في ميدان التحرير؟ والله هو في اكيد تنسيق، بس انا عايز اقول حاجه ان هو يعني انا بصفه شخصيه بقول ان احنا في الظرف ده بالذات حتى التنسيق مش محتاجينه، لان الناس كلها متوافقه على مطالب واحده وعلى راي واحد. ولو حضرتك لاحظت احنا الاعتصام ده بالذات بيمثل اجماع القوى السياسيه والقوى الشعبيه بجميع طوائفها، مفيش حد مش مشترك، كل الناس موافقه على نفس الطلبات، كل الناس واقفه لنفس الهدف، وكل الناس محتاجة انها تاخد يعني انها تسمع قرار صلب وواضح المعالم اتجاه الاعتداءات المستمرة من الجانب الاسرائيلي. واعتقد ان يعني حتى التنسيق انا متهيألي ان هو يعني ده بالفطرة، يعني مش محتاجين ان احنا نقعد على ترابيزة مفاوضات او ان احنا الناس كقوة سياسية مع بعض على 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 ترابيزة اجتماعات، مش محتاج الموضوع لان احنا كلنا متوافقين على راي واحد. محمد يعني طيب يعني كيف
يعني ستقومون بإدارة هذه المظاهرات طالما أنتم تقولون الآن أن هناك يعني لن تحتاجون إلى تنسيق أو 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 تنظيم بشكل مؤسس؟ كيف ستتم هذه التظاهرة؟ كيف ستنتهي وإلى 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 ماذا ستفضي؟ والله أنا توقعي الشخصي إنها هتنتهي بسرعة إن شاء الله، لأن إحنا مطالبنا هتتحقق بسرعة بإذن الله، لأن إحنا ما بنطلبش بحاجة غريبة أو الآن لأي موقف لأي دولة في العالم لو حصل عليها نفس الاعتداءات دي، أول حاجة هتحصل هيتسحب السفير بتاع الدولة دي من البلد المعتدية، زائد تاني حاجة هينطرد السفير البلد دي من بلدنا، وبعد كده نفكر في ان هم هيبداوا هيبدوا اعتذارهم ولا لا، ونشوف احنا ردينا عليهم ايه. في غير ما تم اليوم من اعتذار، يعني انا شايف ان ده شيء طبيعي، يعني تم اليوم هناك اعتذار شفهي ربما من الجانب الاسرائيلي. لا يمكن اعتبار اعتذار شفهي. نعم، ولكن اود ان اسالك ان الجانب المصري ايضا الحكومه او القياده في مصر الان قالت بان يعني الخطوه التي تم اتخاذها الان هي استدعاء السفير المصري للتشاور لحين ان تتضح الامور، الا يكفي هذا الان يعني ليحقق جزءا على الاقل من هذه المطالب التي تطلبون بها او تطالبون بها المجلس العسكري؟ المشكله ان كده احنا لو الدوله نفسها بمؤسساتها او بحكومتها بتطالب بتوضيح الامور يبقى احنا في كارثه. احنا محتاجين الدولة توضح لنا الامور عشان نعرف نكمل مشوارها ونقف. لكن الموقف الرسمي الان يقول بان الامور والتحقيقات لم تنتهي بعد، يعني هناك تحقيقات يعني تجري الان وتنتظر، ويعني ينتظرون نتائج هذه التحقيقات حتى يخرجون برؤية واضحة وبقرار حازم وقرار واضح. الا يجب ان تعطى الادارة والقيادة الان هذه الفرصة؟ سيدي الفاضل، احنا عندنا جريمة قتل وفي متهم، هو المفروض ان يوضح، ان هو اللي يوضح الاول ايه 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 مدى اتهامه، يعني ايه مدى صحة اتهامه، وبعد كده نتكلم في ان احنا هنحقق ونوصل لنتيجة محددة. انما احنا مش عندنا حد يعني لقيناه مقتول في الشارع وبنفكر هو ممكن مين اللي قتله فنستنى التحقيقات. الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان احنا عندنا اعتداء سافر حصل على الحدود بتاعتنا ومعروف اتجاهه كان منين، محتاجين نحقق عشان نعرف مين بالذات اللي مخطئ. هل دولة كاملها متواطئة في اعتداء علينا، ولا دي حاجة كانت بناحية فردية؟ ده المقصود بالتحقيق. لكن احنا عارفين ومتأكدين ان وده كان في تقرير قوات حفظ السلام، ان اوريدي الاعتداء كان من جانب القوات الإسرائيلية. الموضوع ما فيهوش نقاش، احنا محتاجين تحقيق عشان نعرف مدى خطورة الموقف. هل الدولة الإسرائيلية بنفسها كانت مصرة على الاعتداء وهي اللي محدداه وهي اللي مقرة بيه، ولا ده كان حاجة فردية من قواتها على الأقل؟ يعني هذا أيضا يعني ما تطلبونه الآن ربما يكون موازيا لما ذكرته الإدارة المصرية الآن في هذا التوقيت الحكومة المؤقتة. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا محمد إبراهيم من شباب السادس من أبريل. وينضم إلينا الآن أيضا دكتور عبد العليم محمد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور، يعني كيف تقرأ هذا التسلسل في الأحداث حتى اليوم؟ ثلاثة أيام نحن الآن منذ الاعتداء الأخير، كيف تقرأ الأمور؟ نعم، لم أسمعك جيدا. نعم، أكرر عليك السؤال، كيف ترى هذا التسلسل؟ يعني تم الاعتداء وخرجت مظاهرات في عدة محافظات في نعم. الإسكندرية وفي القاهرة، والآن ربما يتطور الأمر أمام السفارة الإسرائيلية إلى اعتصام، هناك العديد من القوى السياسية تشارك في هذا في هذه الوقفة الاحتجاجية، كيف تقرأ الأمور وإلى ماذا ستسير؟ أنا أعتقد أن هذا المشهد هو أحد مشاهد ثورة 25 من يناير المستمرة حتى الآن، وهو مشهد يحمل رسالة قوية سواء للداخل أم للخارج، سواء لإسرائيل أو لأنصار إسرائيل، أن مصر بعد 25 يناير ليست كمصر ما قبل 25 يناير، أن الأمر المختلف تماما، أن هناك رسالة قوية تطالب بإجراءات شديدة ضد إسرائيل، وأن الدم المصري لن يكون رخيصا بعد الآن، سواء تم في
سيناء او في اي مكان. اذا فانت يعني بشكل او باخر ايضا تنصح الادارة والحكومة المصرية الان المؤقتة للاستماع الى مطالب الشارع والاستماع لمطالب الحكومة المصرية بالاستجابة لمطالب الشارع لانها مطالب مشروعة. وعلينا ان نرى كيف تتصرف اسرائيل عندما تماطل في عملية السلام وعندما تماطل في منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، انها تحتج ايضا برأي العام الذي يرفض التنازع على الارض. اذا لدينا في مصر الان رأي عام، وهذا الرأي العام له مطالب مشروعة ومتعقلة، الاعتذار الرسمي والعلني والتحقيق والتعويض، وهي مطالب، وطرد السفير وسحب السفير المصري، وهي مطالب دبلوماسية. لم يطالب الشعب المصري بالحرب او بالقتال او ما دون ذلك من العمليات العسكرية، ولكنه يطالب باجراءات دبلوماسية شديدة اللهجة ازاء اسرائيل حتى لا يتكرر هذا الامر، وحتى تفهم اسرائيل ان مصر ما بعد 25 يناير اختلفت جذريا عما قبلها. ماذا تقول في الرواية التي تقول بان هذه المحاولة او هذا الاعتداء الذي تم على الحدود المصرية الاسرائيلية هي بمثابة بالون اختبار لمصر ومصر ما بعد الثورة، ربما لترى ردة فعلها وهل ستستجيب لأي يعني محاولات أخرى من هذا النوع وحجم استجابتها؟ ما رأيك في هذا السياق؟ أنا أعتقد أن الرد الإسرائيلي المبالغ فيه إزاء عملية المقاومة التي وقعت يستهدف أكثر من هدف. الهدف الأول في تقدير هو تطويق المبادرة الفلسطينية الخاصة بتوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بالتأكيد هو جسد نبض مصر ما بعد الثورة. كيف ستتصرف مصر ما بعد الرئيس المخلوع إزاء ما إزاء مثل هذا الحادث؟ وهو أمر لابد من أن يكون رد عليه قويا وحاسما. وبالتأكيد الهدف الثالث هو احتواء الوضع الداخلي الإسرائيلي عبر المبالغة في رد الفعل إزاء هذه الأحداث لكي يتوحد الإسرائيليون خلف القيادة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. هناك مجمل هذه الأهداف مجتمعة تتداخل في رد الفعل الإسرائيلي إزاء هذا الحادث. نعم، يعني ما هو تقييمك أيضا للجيش أو للمجلس العسكري في التعامل مع مثل هذه الأمور؟ وطبعا المجلس العسكري الآن يقوم بمهام رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة، يعني كيف تقرأ يعني أداءه الآن وانعكاس ذلك على مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل؟ أنا أعتقد أن المجلس العسكري ليس بمقدوره تجاهل الرأي العام المصري، وأنه بصدد دراسة خطوات أخرى غير الاحتجاج الرسمي عبر استدعاء القائم بالأعمال لوزارة الخارجية المصرية وتقديم احتجاج رسمي له، وأن المجلس ربما يكون بصدد دراسة خطوات أخرى، خاصة وأن بيان الحكومة انطوى على العديد من الخطوات، استدعاء السفير المصري للتشاور، وفي نفس الوقت أيضا المطالبة والإصرار على الاعتذار. ونحن هنا نقتدي بالنموذج التركي، عندما تصر تركيا على اعتذار إسرائيل قبل عودة أي علاقات معها، صحيح أن إسرائيل لم تستجيب حتى الآن، ولكن مع ذلك لم يتنازل الجانب التركي. مصر ليست أقل من تركيا، مصر لن ينبغي ألا تصرف في الاعتذار الرسمي، لأن الاعتذار معناه الاعتراف بالخطأ والمسؤولية عنه وطلب العفو، وفي نفس الوقت أيضا الإقرار ضمن بالاستعداد لدفع تعويضات لأهالي الشهداء. ولكن هل تتوقع أن تستجيب إسرائيل في هذا السياق وتقوم باعتذار رسميا في المنظور القريب؟ من الصعب التنبؤ برد الفعل الإسرائيلي أو الموقف الإسرائيلي، ولكن مشروعية هذا المطلب تجعل الحكومة والمجلس العسكري لابد ضرورة المطالبة بهذا المطلب، لأنه مطلب أصيل وحقيقي، وما لم يتنفذ إذا على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية، سواء تم ذلك عبر طرد السفير أو سحب السفير المصري من تل أبيب. إذا ستكون إسرائيل هي المسؤولة أمام الرأي العام العالمي وأمام المجتمع الدولي عن تصرفاتها القرقاء والحمقاء التي تستخف بأرواح غير الإسرائيليين. نعم، دكتور عبد العليم محمد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لمشاركتك. وتنضم إلينا أيضا في سياق هذه التغطية وهذا التحليل المهندسة رانيا شوقي، رئيس لجنة الشهداء بتحالف ثوار مصر. أهلا بك معنا في هذه التغطية. يعني أنتم ربما أسستم هذه، نعم أنتم الآن تشاركون ربما يبلغني الأخ المنتج في هذه المشاركة،
في هذه الوقفة الاحتجاجية، ما هو أبرز مطلب لديكم في هذه الوقفة؟ هو طبعا اكيد تحالف ثوار مصر موجود ويعني اكيد بيعبروا عن 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 نفس الراي الشعب المصري كله، ولكن هي الطلبات مش محتاجه، يعني هي الطلبات مش محتاجه حتى انها تتسمع. يعني طبيعي جدا ان لازم العلم الاسرائيلي لازم ينكف، لان او ينزل بمعنى اصح، لان هو ما هوش مكتوب عليه مثلا لا اله الا الله واحنا بننكف علم، هو علم مرفوع على، هي دوله غير معترف بيها اصلا، اسرائيل دوله غير معترف بيها، ده رايي الشخصي. اذا ازاي ان احنا نفضل رافعين العلم بعد كمان ما يضرب عندنا، يضربونا على ارضنا وتحت مسمى كلمه معاهده سلام. المفروض ان يعني المعاهده دي هم اكتر ناس المفروض يكونوا محافظين عليها، خصوصا بعد عمليه رئيس المخلوع حسني مبارك. اعتقد ان هم اول حاجه بعد حسني مبارك ما مشي طلبوها ان احنا نحافظ على معاهده السلام. لما يجي منهم هم البدء باطلاق النار واحنا مش قادرين نفهم يعني تفاصيل القصه جت ازاي، ولكن كل يعني الشواهد بتقول ان الضرب النار ابتدى من ناحيه اسرائيل. اذا اعتقد ان دي فرصه جت لنا والحد عندنا ان احنا ننهي معاهده السلام، وان احنا نشوف بقى لازم قواتنا، لازم الجيش يتوجه لسينا، ولازم يحمي الارض. وبعدين هي يعني انا شايفه ان وجود السفير الاسرائيلي في الوقت الحالي ملوش اي لازمه، لازم السفير الاسرائيلي يطرد من 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 ارض مصر، ولازم احنا كمان نستدعى السفير المصري، مش مجرد ان احنا نسمعه او نعرف او نحاول ان احنا نوطد العلاقات ما بيننا وما بينهم او ان احنا نحل مشكله. ما هي القصه مش قصه نعم. يعني نفس السؤال الذي سالته للسيد محمد ابراهيم منذ قليل، يعني هل توحدون مطالبكم تحت يعني قيادة واحدة لترفعوها إلى المسؤولين حتى يتم يعني التعامل معها بشكل واضح ومباشر؟ أكيد أكيد، يعني هي المطالب كلها دلوقتي يعني يمكن جمعتنا الموقف اللي حصل من إسرائيل، جمع كل الصفوف، جمع كل الأحزاب، جمع كل الائتلافات، كلنا أصبحنا مطالبنا مطالب واحدة، طرد سفير، استدعاء السفير بتاعنا، النظر في إعادة النظر في معاهدة السلام، إن العالم الإسرائيلي لازم ينزل. القصة كمان مش قصة اعتذار، يعني طبعا الاعتذار له معنى كبير جدا من دولة لدولة، ولكن أسر هؤلاء الشهداء، هؤلاء الجنود، هل يكفيهم الاعتذار؟ والقصة برضو مش تعويض، القصة إن إحنا مصر مش أول مرة يحصل من إسرائيل حاجة زي كده، ودم المصري كان رخيص، ولكن احنا في الوقت الحالي لازم العالم كله واولها اسرائيل لازم يعرف ان نقطه الدم المصريه ثمنها غالي جدا. بعدين انا وجهه نظري الخاصه، انا اعتقد ان اسرائيل، انا احساسي ان ده رد فعل من اسرائيل تجاه محاكمه حسني مبارك. يعني هل هم بيحاولوا يشدوا انتباه الناس كلها بانهم يغيروا مسار تركيز الناس عن المحاكمات وعن لهذه الفكره، ولا هل هم بيختبرونا احنا كشعب ايه اللي هيحصل لو بقى في بيننا وما بينهم اللي بيحصل في الوقت الحالي؟ يعني انا مش قادره افهم لحد دلوقتي، لان للاسف حتى يعني احنا منتظرين من المجلس العسكري ومنتظرين من المشير طنطاوي ان يدينا اي حاجه تخلي الصوره واضحه قدامنا، احنا مش قادرين نفهم ايه اللي بيدور في الكواليس. يعني في بيانات بتطلع، ولكن يعني يطلع يقول السفير، احنا امبارح قالوا احنا هنستدعي السفير المصري، وبعد كده مفاجئ اسرائيل الصبح بتقول لا احنا ما جالناش بيان رسمي او اختار او رسمي باستدعاء السفير المصري. طب احنا القصه دي بتحصل ما بيننا وما بين بعض هنا كمصريين من بعد الثوره، وبنقول في تضارب في الاقوال وفي القرارات والبيانات، لكن ما ينفعش يكون ده ما بيننا وما بين بلاد اخرى، وخصوصا انها تكون اسرائيل. اذا فانتم تضمون صوتكم الى اصوات الجهات او الجبهات السياسيه الاخرى في مصر المطالبه ايضا بطرد السفير الاسرائيلي. على اي حال شكرا جزيلا المهندسه رانيا شوقي رئيس لجنه الشهداء بتحالف ثوار مصر، ومستمرون معكم مشاهدينا في نقل هذه الصور المباشره.